طيب شوف، أنا كتبت لك على الجيت هاب، عندك هنا نوتس، تمام؟ في عندك هذا المارك داون، هنا بحكي لك أو بلخص لك فيه، يعني إنه في الكلاس كلاسيفيكيشن، إنه أنت كيف ممكن تختار الأمور، بس خليني أظبط لك ال تمام. حكيت لك، لخصت لك هذا الموضوع، انه انت السي هي عباره عن عدد الكلاسز، يعني على سبيل المثال لو عدد الكلاسز 4، تمام، بتروح بتعمل لي انه موديل دوت اد دنس سي، تمام، وبتختار الاكتيفيشن لازم تكون انه هي سوفت ماكس، وفي الكومبايل بتختار الاكيورسي المناسبه او المتريكس المناسبه، عفوا، اللي هي الاكيورسي، واللوس بتختارها سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي. اما في الريجريشن، تمام، اللاست لاير بيحتوي فقط على نيورون واحد هيو، تمام، وفي اللوس انت بتروح تختار اللي هو واحده من الايرور، مين ابسوليوت ايرور، والمتريكس تختارها انه ممكن بتحط متريكس قد ما بدك. اوكي، فهذه جست كوما. طيب الآن أنت عندي على النوت بوكس إيش ممكن تلاقي؟ تلاقي أنت في عندك الهاوس برايس كيراس والهاوس برايس أدفانسد ريجريشن، تمام؟ بالكيراس هذه ممكن تفتح أي واحدة فيهم وتشوف اللي أنا سويته. أنا ما قسمتش البيانات، أنا عندي لـ X و Y، تمام؟ أنا عندي الـ X هي كل البيانات بدون ما أنا أعمل دروب للـ Y. بعديها رحت حددت الـ CAT Columns، Categorical Columns، الأعمدة اللي بتحتوي على Categorical Attributes، لفيت عليهم كلهم وحكيت إنه إذا كان الكولوم الـ D-Type تبعه Object، تمام، في عندي 43 واحد، تمام. بعديها رحت حملت التست، وبعديها رحت عرفت مباشرة هذا الفاريبل الباد كولومز من البداية فوق، لأنه حستخدمه فيما بعد. الباد كولومز إيش هو؟ عبارة عن كل الكولومز الكاتيجوريكال كولومز اللي في كاتيجوري في الترين مش موجودة في التست، أو العكس صحيح. فهنا كولوم فور كولوم إن كات كولومز، إذا كانت الإكس of the column unique لا تساوي، طبعا هذا الكلام كست، لا تساوي الست، اذا كانوا مختلفين فبروح بعبيهم في هاي الليست.
طبعا الليسته هذه تقريبا هي هدول الكولومز عددهم 15، هدول ما لهمش حل. لاحظ انه انا ايش عملت؟ الدروب ان بليس بتساوي ترو، خلصت منهم، ما لهمش حل بالمره. تمام. طيب بعدين رحت عملت ابديت للكات كولومز. ليش؟ لانه في انا عندي اتريبيوتس نقصوا، عملت لهم دروب، فرحت عملت لهم ابديت، طلعوا 28. في الاول كانوا فوق قديش عددهم؟ 43، صاروا هنا 28. بعديها رحت عملت امبيوتيشن. الامبيوتيشن رحت طبقته على الترين والتست في نفس الوقت. تمام. طبعا هنا عشان انا اريح راسي انه الامبيوتيشن عشان يزبط معايا مع النيوميريك ومع الكاتيجوري، رحت اخترت الاستراتيجي الموست فريكوينت. لو اخترته المين او سبته فاضي على الكاتيجوريكال مش هيزبط، فبدك تضطر تعمل امبيوتر للكاتيجوريكال، او ممكن تختار الميديان بتريح راسك احسن من المين. تمام. طبقت هذا الشيء على الاثنين. تمام. بس لاحظ انه انا عندي في هنا في التست امبيوتر رحت عملت امبيوتر لحال، بس عملت له فيت على وين؟ على الاكس، بس عملت منه دروب للسيل برايس اتريبيوت اللي هو الواي، لانه انا عندي في الاكس موجود وفي الاكس تيست مش موجود، في عندي عمود الزياده في الاكس، فبعمل له دروب، وهنا انا عندي فيت وترانسفورم على التيست. هنا ما فيش غش بالمره. تمام. واسترجعت اسماء الاعمده. بعدين رحت شفت هل في، تاكدت هل في ميسنج؟ لا ما فيش. بعديها بدنا نعمل ليبل انكودنج بعد الامبيوتيشن. الليبل انكودنج نفس الفكره، رحت لفيت على كل الكاتيجوريكال كولومز، ورحت عملت في الترين في الاكس عملت فيت ترانسفورم، وفي الاكس تيست عملت ترانسفورم فقط. فجيت كل الاعمده صارت عباره عن ارقام. تمام. الان لو شفت الدي تايب تبعها هتلاقي انه في منها بعضها اوبجكت، لانه الليبل انكودنج مش بالضروره انه هي ترجع لك انتجرز او ارقام، فممكن تعتبر الكاتيجوريز هذه بتخليها التايب تبعها نفس التايب، فبالتالي هنا بدك تضطر انه انت تحولهم لانتجرز. كيف؟ انه الداتا فريم نفسه هيو اكس امبيوتد ليبل دوت ابلاي بي دي دوت نيوميريك، فبروح بعمل ابلاي لكل السجلات انه بحولها لنيوميريك حسب النوع تبعه. اذا كان في فراكشن بحوله فلوت، واذا كان انتجر او رقم صحيح بحوله انتجر. هذا الكلام للترين وللتست. فالان هيو في انا عندي مشكل فلوت وانتجر. نعم. طيب بعد هيك بدي انا اقسم البيانات. انا عندي لترين وفاليديشن اللي هو نفس الداتا سيت تبعت الايريس، انه احنا اخذنا من الاكس داتا فريم اخذنا فراكشن 20% وثبتنا الراندوم ستيت، وعملنا عمل واخذت انه الدي ترين هي عباره عن الاكس، وعملت دروب للفاليديشن انديسيز، وهذه اليوتيليتي فانكشن عشان احولها لتنسور داتا سيت. تمام. هنا رجعت اتاكدت ثاني انه انا كان في عندي بج، رجعت اتاكدت ثاني انه ما فيش فولس، ما فيش ميسنج فاليو. تمام. بعديها رحت استدعيت الفانكشن واديته هنا الباتش سايز 100، واديته التارجت اللي هو السيل برايس بهذا الشكل. وهنا رحت حولت كل الفيتشرز تبعتي لفيتشر كولوم، هاي هم كلهم. بعدين بنيت الموديل، عملت سيكوينشال، ضفت الانبوت لاير، ضفت 3 لايرز فيهم 128 نيورون والاكتيفيشن ريلو، والاخر واحد جاست 1 نيورون عشان ريجريشن. الاوبتمايزر ادم، واللوس مين ابسوليوت ايرور، والمتريكس مين ابسوليوت ايرور. طبعا هنا عملت ترين على 400 اي بوكس، هنا حطيت الفيربوز بتساوي 0، بديش يطلع لي هاي ال 400 اي بوكس. هنشوف فيما بعد انه بلاش يطلع لي انه من 1 ل 400، ممكن اطلب منه يطلع لي كل 100 مثلا، شغله زي هيك. حنشوف فيما بعد كيف ممكن اسوي شغله زي هيك يعني.
هذا الموديل تبعي كيف شكله، بس يلاحظ انا عندي كم باراميتر محتاج انه هو يعمل له تريننج، 41,000 باراميتر. تمام، هنا عملت ايفالويشن طلع انا عندي اخر ايرور 22,000. تمام، بعديها الان انه بدنا نعمل بريدكشن للتست، فالان بدك تحوله لتنسور كل واحد منه. انا حولت بس عنصر واحد، عملت لوك زيرو، عملت عنصر واحد. تمام، ورحت عملت بريدكشن لإله، هاي شكله، وعملت بريدكشن لإله وراح طلع لي انه هاي سيل برايس. خلاص ما دام انه عمل بريدكشن لون عنصر لون اليمنت، فبروح بعمل لوب عليهم كلهم، حطيتهم عملت ليست فاضيه وبعبيهم في الليست هاي. تمام، طبعا الليست هذه هي عباره عن نستد ليست، عشان هيك انه اوف زيرو اوف زيرو، وبعدين حولتها لسيريز وعملت رايت للبريدكشنز، وهيك تمت الامور. تمام، فحتلاقي انه الايرور تقريبا طلع عنا عندي انا في الروت مين سكويرد ايرور بوينت 17، في ايرور اقل من هيك انه انا احنا جبته. تمام، في ممكن انت تجيب بوينت 13 في هذه الكومبيتيشن. هيو اورجي لك اياه وين هذا. تمام، استخدمت فيه الاكس جي بوستنج. تمام، لانه الداتا اصلا ستراكشرد. اوكي، فهيك يعني انت صرت الوصفه بشكل كامل، ممكن تطبقها على كلاسيفيكيشن سواء كانت ايريس زي ما شفنا او ريجريشن، وانت ممكن تعمل سبميت للبريدكشنز تبعتك.